دخلتي ملعب الفولي في 98، تتخيلي النهارده ان انت معاك 47 بطوله في النادي الاهلي؟ لا طبعا، يعني كان حلم بالنسبه لي عامه ان انا اكون كابتن فريق النادي الاهلي. يعني الحمد لله انا عشان دخلت في سن صغير فكنت الحمد لله كابتن فريق على المراحل السنيه عامه، بس ان انا ابقى كابتن فريق للدرجه الاولى للنادي الاهلي ده كان طبعا حلم ليا، والحمد لله ان انا قدرت اوصل يعني ان انا ابقى كابتن فريق النادي الاهلي. يعني حمل كابتن النادي الاهلي حمل تقيل اكيد. شفتيه ازاي؟ بتقولي لعيبتك ايه النهارده والصغيرين اللي طالعين وانت كابتن النادي الاهلي؟ طبعا في النادي الاهلي يعني طبعا حضرتك عارف احنا عندنا المركز الاول والنظام والقوانين كل حاجه احنا ماشيين عليها. فيعني هي خلاص الحمد لله برضه بتبقى سهله لما بيبقى في لعيب طالع من ناشئين الاهلي، بتكون سهله عشان هو متعود على كده او متربي على كده من وهو صغير. فالموضوع ده ممكن ما بيتعبنيش شويه مع اللعيبه يعني اللي طالعه متربيه في النادي الاهلي. وبرضه انا تعود يعني انا حتى بقى في حياتي خلاص من كتر ما انا متعوده ان لازم ادخل بطوله اكسبها، انا لو بلعب حاجه فور فن انا بزعل لو خسرتها. يعني اللي هو بقى ببقى رخمه بقى اللي هو لا انا لازم اكسب. في الاوض وانتوا اللعيبه العباد بيقعدوا مع بعض بتلعبوا اكيد اي العاب؟ لا لازم اكسب مكسب. ولو ما كسبتش هفضل العب لغايه لما اكسب. وبعدين بتكسبي بسبب كابتن فرقه ولا بتكسبي عشان خاطر تلعبي كويس؟ المجهود المجهود. قولي لي لما يجي تستقبلي لعيبات من خارج النادي الاهلي بتعلميهم ايه يا نهله؟ اللي هو طبعا روح المكسب واللعب لاخر نقطه والالتزام. الالتزام ده مهم جدا. وطبعا يعني انا دايما بحاول اللي هو تبقى في الفرقه، طبعا انا متعلمه الحاجات دي كلها من الاجيال اللي قبلي واللعيبه اللي انا لعبت معاهم وكمان الفرقه. عايز اقول للناس لعبت نهله سامح لعبت مع مين في نجمات النادي الاهلي؟ ان تاريخ الطايره تاريخ كبير في نجمات النادي الاهلي، لعبت مع مين؟ طبعا كابتن تاني توسون طبعا، وكابتن يوسف عبد الكريم، منى عدلي، ساره طلعت، كباتن طبعا كلهم كبار، شاهين اختي برضه لعبت معاها كتير. لسه هنتكلم عليها كابتن شاهين دي نجمه كبيره طبعا. يعني لا كان في لعيبه كتير، مروه لقوف، كان في لعيبه كتير جدا الحمد لله. يعني كان ليا شرف ان انا شاركت معاهم يعني وانا في سن صغير. في طريقك اكيد في صعوبات، ايه اصعب محطه في حياه نهله سامح؟ بداية تصعيدي للدرجة الأولى عامة. يعني أي لعيب طبعا طالع من الصغيرين عايز يثبت نفسه وعايز يلعب، فالحمد لله إن أنا قدرت في الوقت ده إن أنا أثبت نفسي وإن أنا أكمل في الدرجة الأولى، وإن أنا الحمد لله شاركت بشكل أساسي وأنا لعيبة مصعدة. فدي طبعا كانت حاجات صعبة، يعني الواحد كان كل تفكيره إزاي يقدر يوصل للمرحلة دي. يعني بس أكيد في بطولة نهلة سامح خسرتها زعلت عليها كتير لغايه وقتنا هذا زعلانين عليها. اكيد. ايه البطوله دي؟ هو في بطولتين بصراحه. بطولتين اثروا فيا جدا. كان في بطوله كانت 2008 كانت مقامه في النادي الاهلي. طبعا احنا كنا المرشح الاول للفوز بيها. للاسف يعني عادي كان داي اوف برضه لينا وخسرنا البطوله دي. كان سيمي فاينل، احنا خرجنا سيمي فاينل. كان ده حاجه كان غير متوقع تماما. يعني كانت البطوله احنا كنا قابلنا في المجموعه فريق السجون الكيني. وقابلنا في السيمي فاينال كان ساعتها مولودية الجزائر. فكان متوقع ان النهائي هيبقى برضه سجون والاهلي. كان يعني 100%. للاسف خسرنا السيمي فاينال 3-2 من مولودية الجزائر، ووصلت هي مع السجون والسجون كسب البطوله. يعني احنا كنا كسبانين السجون 3-0 في المجموعه. افتكرت خلي بالك خسرتوا ليه الماتش ده؟ عدم توفيق يعني برضه. في ساعات حضرتك عارف ممكن يبقى في الداي اوف بيصادف الفرقه كلها. فيعني حصل كده. وطبعا وتاني بطوله بقى كانت دي مشهوره شويه عشان كانت قريبه، يعني 2017 كانت صعبه دي. كنا في تونس. لا دي كانت في تونس. الاستاد القاهره ده كان العربيه. كسبته. اللي كانت في تونس دي برضو خسرنا قبل النهائي. وخسرنا من نادي الشمس. فطبعا دي برضو من الحاجات اللي مقصره فيها لغايه دلوقتي بصراحه. يعني دايما بفتكر البطولات دي، ويعني لغايه دلوقتي بتضايق. ممكن الناس تبقى مش مصدقه بس هي الحاجات دي فعلا بتاثر فينا كرياضيين جدا. مأثره فيك البطوله دي لغايه دلوقتي؟ طبعا. طب قولي لي وانت بتلعبي كانت شريهان بتلعب معاكي ايه داخل الملعب؟ انتوا اخوات في البيت. تمام. ازاي بتلعبوا في نفس المركز مع بعض؟ ازاي بتغيروا؟ ازاي بتبدلوا؟ ازاي يعني الكيمياء اللي بتحصل جوه الملعب معاكي مع شريهان؟ بالعكس يعني الموضوع ده شريهان كانت مساعداني جدا في الملعب بالذات. ان احنا مركز يعني اربعه بيكون في منه اثنين في الملعب. فاحنا لعبنا سنين كتير جدا انا وهي، اذا كان في منتخب مصر او النادي الاهلي، احنا الاثنين كروس بعض في الملعب. طبعا. لدرجه ان في ناس كانت بتفتكرنا توأم من كتر ما احنا الستايل بتاعنا زي بعض. صراحه انا كنت فاكر كده. هي الناس كلها لغايه دلوقتي، الناس حقيقة. دلوقتي حتى في النادي بيقولوا لنا التوأم. هم مش عارفين ان يعني ان شريهان اكبر مني. دي حقيقة. الناس كلها بيقولوا مثلا التوأم التوأم. هم فعلا مسمينا كده على طول.